بعد مركز الإعلام وددت أن أنقل لكم فيديو من منطقة المصورين، سأدخل من أجل أن تشاهدوا الإمكانيات التقنية والعديد من الأمور التي وفرتها الجهات الوصية لإنجاح هذه الدورة إن صح التعبير. هذه منطقة الخاصة بالمصورين الذين سيواكبون الحدث على مدار شهر كامل بالجزائر الحبيبة، وتحديدا بملعب نيلسون مانديلا. هذا الملعب الذي لا يحتاج لأي تعليق في ظل الإمكانيات الراقية والتقنية والوسائل الرائعة والاحترافية التي وفرتها المنظمين على هذه الدورة. تدفق انترنت عالي وكل شيء جاهز لاحتضان هذه الدورة. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.